اسوأ كوابيسي مع منتخب مصر، والحقيقة كان كابوس مؤقت شوية لمدة دقايق في الأول، في تحديدا ماتش مصر وكوديفوار في 2008. هو أنا كنت في تجمع عربي كبير جدا وفي ناس من مختلف بلاد العرب، طبعا كلهم بيشجعوا المنتخب، وصاحب المكان كان معلق علم مصر كبير جدا كده جنب شاشة التلفزيون بالظبط. فوقت السلام الوطني والكاميرا ماشيه على منتخب كوديفوار، فيا دوبك الصوره اول ما جت على الركبه العالم وقع من مكان، وقع على الارض. طبعا كل المكان بقى كل اللي مسك دماغه واللي صوت اكن فرصه ضاعت. وخلاص يعني انا كواحد مؤمن جدا بالرسائل اللي في الماتشات دي، جه جوايا احساس ان احنا 100% خلاص احنا خسرنا. بس بعد كده الكابوس ده فضل مستمر معايا لحد ما احمد فتحي حط الجون الاول، بعد كده الموضوع انتهى تماما والماتش بقى اسهل اصلا من كتير من حتى ماتش ربع النهائي. الجول الثالث لمصر قدام كوديفوار في 2006 في الدور المجموعات كان عماد متعب اللي جابه، ولما الجول جه حسام حسن حط ايده على دماغه، فانا افتكرت ان الجول اتلغى، وفضلت فتره مش فاهم هو ليه حسام حسن بيتحسر واحنا لسه جايبين جول، وبعتبر ان حسام حسن حرق لي فرحه الجول يعني. انا شبه ما هيصتش لان لما لقيته بيحط ايده على الماوس افتكرت الكوره اوف سايد مثلا. يعني انا فاكر ان انا بتفرج على ماتش مصر وغانا 2008، انا كنت بلعب كوره يعني برضه على خفيف، يعني ما كنتش لعيب كبير قوي، لكن اللي كنت بعمله ايه ان انا دايما احب اضغط على المدافع، احب ابقى مهاجم رخم واقعد اخبط وممكن الكوره تيجي ونجيب بيها جول. فالكوره مع سونج في ماتش نهائي 2008، فبقول لزيدان اضغط اضغط، فالناس بتقول ازاي هيضغط في الدقيقه، بنتكلم في اخر الماتش وخلاص كل الناس مسلمه احنا رايحين اكسترا تايم يعني والدنيا ماشيه عادي. ففعلا زيدان ضغط، وزيدان ضغط وانك بجسم زيدان ورايح تضرب في واحد من اضخم مدافعين في كره الافريقيه ومن احد اعظم مدافعين اللي عدوا على الكره في افريقيا جوبر سونج، وتضغط وتتضرب وتضرب وتاخد الكوره، طبعا تحرك ابو تريكا، فبالتالي كل الكلام ده ما كانش هيحصل الا لو زيدان خد القرار ان هو يروح يضغط. فبالتالي ده من الحاجات اللي هو عرفت بقى ان الطريقه اللي تتلاقي بيها الكوره دي ان احنا نروح نخبط ونروح نضغط ونروح نقاتل على كل كوره، هي دي اللي هتجيب لك المكسب، وده اللي حصل. في تصفيات كاس امم افريقيا 2004 كان منتخب مصر جه لعب ماتشين، اخر ماتشين في التصفيات ضد موريشيوس ومدغشقر في بورسعيد، والماتشين كسبنا فيهم ماتش كان خلص 7 وماتش كان خلص 6، وان انا بعد الماتش قدرت احصل على تيشيرت كابتن حازم امام. يمكن الذكرى اللي افتكرها قوي في الاستاد مع منتخب مصر ابتدت ما قبل الاستاد، كان في مشاكل في التذاكر والناس كلها مش لاقيه تذاكر في 2006، فانا كنت سمعت كده ان في التذاكر بتتباع في مكاتب البريد، عديت على مكتب بريد لقيت ست بتقول لي عايز كام تذكره، فانا استغربت، انا فاكر ان انا هرشيها عشان اخد تذكره، لقيتها مطلعه لي الدفتر كله بتقول لي عايز كام تذكره، فاشتريت منها الدفتر كله يعني، وزعت لكل الزمايل واصحابي وكده يعني، وكنت بطل قومي ساعتها. طلع لي شغل في اليوم ده وما قدرتش اروح الاستاد، وكنت خلاص وزعت كل التذاكر حتى تذكرتي وقلت خلاص مش هروح الماتش، وفوجئت ان الشغل ده اتلغى يوم الماتش الصبح يمكن، فقررت اروح الاستاد وانا مش لاقي تذكره، مع ان انا اللي كنت بوزع تذاكر على مصر كلها، فالتذكره اللي عرفت احصل عليها كانت درجه ثالثه. رحت الاستاد لقيت الدرجه الثالثه كانها مقصوره يعني، كانت اول مره شباب صغير بنات بتاع، كانت بالنسبه لي صدمه، مش دي الدرجه الثالثه خالص اللي انا متعود عليها، لدرجه ان انا كنت مبسوط ان انا عشت التجربه بتاعه الدرجه الثالثه بحماسها بالسلبيات اللي فيها، بالدرجه الثالثه في 2006 اللي كانت بشكل مختلف تماما عن اللي انا كنت بشوفه قبل كده.